السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من رحاب البلد التحتة في مدينة حيفا الفلسطينية على شارع الاستقلال أو شارع الملوك من عند عمود فيصل ملك العراق وبالذات من عند الطرف الغربي لقطار الحجازي من أعظم يعني إنجازات الدولة العلية العثمانية وعند النسب التذكاري التي أقيم هون في سنة 1905 أو 1319 ويتكلم عن هذا الإنجاز الكبير للسلطان عبد الحميد خان الثاني آخر خلفاء الخلفاء الفعليين للإسلام وللمسلمين وللخلافة العثمانية ونرى هون بعد رموز الدولة العثمانية من العجل اللي هو رمز الصناعة والصيانة والتقدم التكنولوجي ونرى هون شعار الدولة العالية وفي مجال في بومبارد أو توب ماتشي باللغة التركية يعني على قوة الدولة وفيها الهلال ورمز الإسلام وفيها الطغرة هي رمز دار عثمان بيت عثمان اللي هي السلالة الحاكمة فيها مدة 700 سنة وفيها كذلك الميزان لا تطغوا في الميزان وقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والعادل هذا رمز من رموزها هذا نشان المجيدية نرى هون كذلك نشان السليم الثالث وتبنى علام وأنواع مختلفة تعود على نوعية هذه الدولة الكبيرة والمتناوية التي امتدت بين اليمن وعمان والجزيرة العربية الحجاز ونجد إلى العراق وإلى البلقان والقوقاز وإلى شمال أفريقيا حتى آخر تونس في فترات مختلفة طبعا هناك في لافتة تسبح السلطان العثماني اللي بناها نرى هون ترجمة باللغة العبرية وهناك ترجمة باللغة العربية وهناك ترجمة باللغة الإنجليزية أما الترجمة باللغة العربية فهي كالتالي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده هنا سيدنا ومولانا أمير المؤمنين وخليفة سيدنا المرسلين سلطان البرين وحكم البحرين بمعنى سلطان القارتين اللي هي افريقيا واسيا وحقن البحرين البحر الابيض والبحر الاحمر وكذلك الابيض سلطان ابن السلطان غازي عبد الحميد خان ابن السلطان الغازي عبد المجيد خان اللي كان ابوه بعدين نزعوه عن الحكم أياد الله ملكه وطن حياته وعمره كدنا إنشاء من دمشق الشام سكة حديدية تصل على انتقال الحجاج إلى بيت الله الحرام الجبار إلى غودة رسول الله تعالى وتعالى الذي يحكي أنه انبنى هذه أولا لتسهيل مرور الحجاج والذي كانت من أكبر أهمية للدولة العالية العثمانية وكذلك تم إنشاء هذه القطار هو السبب وساعد كثير في التطور الاقتصادي لكل منطقة سائل بن عامر منطقة بيسان وغور بيسان وكور الجفلي وعمرت كل هذه المنطقة وإحنا قد نشرنا عن محطة تل الشمام وقد نشرنا أو رح ننشر إن شاء الله عن محطة الحمى السورية ونرى هون عظمة البناية وما أتقنها وما أجملها كانت فلسطين في أواخر العصر العثماني ولولا تم احتلالها وتفريقها وتبديرها إلى دول استثنائية أجنبية لكانت هذه الدولة ممكن كانت موجودة اليوم ولكن البقاء لله تعالى ونحييكم مرة أخرى من منطقة شارع الملوك شارع الاستقلال
حزب الباب الشرقي لمدينة حيفا العتيقة. مع السلامة وتحياتي للجميع.